بعد 50 أو 55 يوما من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسون وثناء. في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فانظروا ماذا حدث. يا معشر يهود، يا معشر يهود، طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. لبيك اللهم لبيك، أنقذت بيتك الحرام من الجبابرة، فرفعت شأن العرب وأعليت قدرهم. يا أبتي، يا أبتي، لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه، النور يملأ وجهه، جميل مكمل. أتذكر يا أبا طالب حين ذكرت لك أن جارا من اليمن قد أبلغني أن النبوة في قومي ومن صلبي؟ كما أبلغك بهذا سيف بن ذي يزن عندما دخل اليمن. تعال يا سيد قريش، اقترب. جئنا لنهنئك بنصرك على الأحباش. ولد له علامة سيولد في تهامة، سيكون له الملك إلى يوم القيامة، سيكون نبي هذه الأمة، سيموت بعد حين أبوه، ويكفله جده وعمه. وما شأني به؟ إنه من صلبك يا عبد المطلب،